السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن دائما في إطار الاستعداد للفرض الثاني من فروض الفيزياء، رسأيت أن أتقاسم معكم هذا النموذج لهذا التمرين لأهميته بطبيعة الحال، والمتعلق بالحركة أو الطاقة الحركية المستوى الأولى بكالوريا. إذن على بركة الله، إذا بطبيعة الحال هذا الموضوع هو أمامكم، يمكن لكم تقرأه بتأني ثم تجيبوا عن الأسئلة. إذا هذه الأسئلة تتركز بالأساس على كيفية توظيف المنحنى بطبيعة الحال، وهذه من الأمور ذات الأهمية القصوى، لأن الطالب دائما يجد صعوبات في تحليل المنحنى للإجابة عن الأسئلة. إذا عندنا انطلاقا من النقطة، أو أشرح بطريقة سريعة، إذا ندفع واحد جسم S بسرعة بدئية من النقطة O، إذا يمر إلى النقطة A ثم يتوقف تماما عند النقطة B. إذا هذا المنحنى فهو الطاقة الحركية بدلالة المسافة D المقطوعة، المسافة D هي المسافة اللي هنا على السطح المائل. إذا أول سؤال اعتمادا على البيان، استنتج. إذا هذه الأسئلة، استنتج أولا الطاقة الحركية ECO لجسم S عند الموضع O، المسافة D، المسافة DB المقطوعة من طرف الجسم بين الموضعين O و B. ثانيا، لما يصل الجسم S الموضع A تكون المسافة المقطوعة هي الدقة، هي 0.6. مثل كيفيا القوى الخارجية المؤثرة على جسم S. إذا سنبدأ على بركة الله بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الأول، استنتج الطاقة الحركية للجسم عند الموضع O. إذا عند الموضع O يعني عند اللحظة T تساوي الصفر. إذا عند اللحظة O كيف كانت الد؟ الد كانت تساوي الصفر، أي أن هذه الإنرجي هذه هي هذه النقطة بالذات. إذا خاصني نقلب على القيمة ديالها. إذا عندي من هنا 0 1، إذا عندي 1 2 3 4، 4 في 0 1 هي 0.4، غادي نزيد عليها النص ديال 0.1 غتعطيني هي 0.45. إذا غنكتب بأن إذا الجواب على السؤال الأول، إذا الطاقة الحركية في الموضع A هي 0.45 جول. إذا هذه الطريقة كيفاش لقيناها؟ قلت لكم دائما تنعرف هنا هذه حمل تدريجة 1 2 3 4، 4 تدريجات وكل تدريجة قيمتها 0.1 غنضربها في 4 غتعطيني 0.4، وعندي نصف تدريجة ديال 0.1 هي 0.05، أضيف ثم أحصل على 0.45. السؤال الثاني ب، احسب او استنتج المسافه دي بي المقطوعه من طرف الجسم بين الموضعين او و بي. اذا هذه المسافه او بي. اذا هذا السؤال هذا خاصنا ندير واحد الجمله نكتبوها. اذا ماذا يقع عند النقطه بي؟ اذا عند النقطه بي يتوقف الجسم عن الحركه، مما يعني ان الطاقة الحركية في الموضع بي اللي هي ان دومي في بي او كاري هي غتكون هي تساوي الصفر، وبالتالي من خلال المنحنى متى تكون او سي بي تساوي الصفر؟ اذا او سي تساوي الصفر هو تقاطع الدالة او سي بدلالة الدي مع محور الافاصيل اللي هو الدي. اذا هذا التقاطع هو الذي يمثل ان سي أو بي تساوي الصفر. إذا ماذا يكفي؟ يكفي أن أحسب أو أجد القيمة اللي كاين هنا. عندي كل تدريجة 0.2، إذا عندي 1 2 3 4 تدريجات زائد نصف تدريجة هي 4.5، غنضربها في 0.2 غتعطيني ماذا؟ 0.9. إذا علاش أنا قلت لك التمرين بأنه مهم جدا؟ لأن أغلب الطلبة ما تتعاملوش مع المنحنى بطريقة جدية، يعني تيهملوها، مما يثير بعض الأحيان بعض المفاجآت في الفروض أو في الامتحانات الوطنية بالنسبة للثانية بكالوريا. إذا غادي نقولوا بأن دي بي سيكوا هي ماذا تساوي؟ عندنا 4 تدريجات ونصف،
وغنضربوها في 0.2 غتعطينا إذن 0.9 متر. إذن هي 0.2 0.4 0.6 0.8 بلس 0.1 هي 0.9 سي بيان سا. إذن غنمشيو دابا الآن السؤال جوج. السؤال جوج ماذا يقول؟ لما يصل الجسم اس الموضع تكون المسافة د ا تساوي 0.6، يعني من هنا او ا تساوي 0.6. مثل كيفيا القوى الخارجية المؤثرة على الجسم اس. اذا غادي نحاول نرسم رسم واخا ما نستعملش المسطرة غير لكيفية باش نوجدوا نمثلوا هذه القوى. اذا عندنا دائما الجسم هو يخضع للقوة بي ويخضع للار. اذا ار فهي عمودية على السطح. غتقول لي لماذا؟ غادي نجيو لهنا التمرين، لان في الوقت اللي تكون تقرا التمرين خصك تتمعن فيه. اذا بسرعة ابتدائية فيتحرك المستوى مائل املس. اذا املس يعني ان هناك ليس هناك احتكاك، وبالتالي ار غتكون عمودية على السطح المائل. اذا بعد ما مثلنا هذه الامور غندوزو دابا للتمرين او السؤال الموالي. الان شوفوا ها هي تواس، انا نحط دابا الورقه قدامكم باش على الاقل تقراوا الاسئله بتمعن وترجع لها من حين لاخر. اذا قال لك استنتج قيمه عمل قوه الثقل بين الموضعين او و. اذا هذا السؤال فهو يحتاج الى تطبيق تغير الطاقه الحركيه. إذا ماذا يقول هذا التغير الطاقة الحركية؟ تقول لك بأن التغير الطاقة الحركية هذا بالنسبة للسؤال ب من نقطة O إلى في اتجاه A هو 1/2 m v a أو كاري موان 1/2 m v o أو كاري. إذا هذا تعرف بأن تغير الطاقة هو ماذا يساوي؟ يساوي الشغل ديال جميع القوى، الشغل ديال بي من او نحو ا، الشغل ديال ار بطبيعة الحال يساوي الصفر لأنه عمود. إذا من هنا استنتج ماذا؟ الشغل ديال بي من او نحو ا هو 1/2 ام في او كاري موان 1/2 ام في او كاري. هذه اش تعني؟ هي لينيرجي سينيتيك عند النقطة ا موان لينيرجي سينيتيك عند النقطة او. اذا لينيرجي سينيتيك عند النقطة ا ماذا تساوي؟ اذا هنا جات لكنا اشياء مهمة جدا. لينيرجي سينيتيك عند النقطة ا، انا اش قالوا لنا في التمرين؟ قالك عندما يصل الجسم الى النقطة ا تكون المسافة، عفوا تكون المسافة دي هي كم؟ هي 0.6. إذا خصني نرجع للمنحنى ونشوف فين كاين 0.6، 0.2، 0.4، 0.6. إذا هنا كاين 0.6 متر. إذا في هذه اللحظة كم سكان تساوي لينيرجي السينيتيك؟ غندير الإسقاط غتعطيني لينيرجي السينيتيك هي تدريجة ونص، يعني ماذا؟ هي 0.1 زائد 0.05 غتعطيني هي 0.15. إذن هنا تظهر تجليات التمرين اللي هو مهم. إذن 0.15 ناقص 0.45 لينيرجي السينيتيك أو لقيناها في السؤال السابق. إذن غنديرو هي موان 0.3 جول. إذا خرجت لنا بطبيعة الحال سالب يعني أن الشغل مقاوم، وهذا راه باين من خلال المنحنى لأن عندنا واحد الصعود ديال واحد الجسم اس. إذا الآن من بعد ما درنا هذا الشغل حنا لقيناه، دونك هذا هو لو طرافاي دو بوا انطلاقا من أو نحو أ. إذا فوالا إجابة على هذا السؤال. سؤال جيم، استنتج أو احسب قيمة ام كتلة الجسم. إذا كتلة الجسم كيفاش غنديروا ليها باش خصنا نلقاوها؟ إذا من خلال الشغل ديال الوزن من او نحو ا قلنا هي ماذا؟ هي ام جي طب بصفة عامة زد او موان زد ا، سيتادير زد او هي صفر و زد ا هي هاد اش ا. إذا غندير هي موان ام جي اش ا لأن زد او هي صفر غتبقى موان اش ا،
وبالتالي هاد من خلال هذا التعبير هذا يمكن لي نستنتج ام. اذا ام ما هي الا شغل ترافاي دو بوا من او نحو ا ديفيزي بار ماذا جي اش ا. اذا اش ا خاصكم تعرفوا بان باش تلقى اش ا عندي السينيس دو الفا سي كوا سي اش ا سور او ا يعني سور دي ا. وبالتالي غنقول بان M c'est le travail du point que je divise par M G H A G, c'est-à-dire il y a moins le travail du point من O نحو A que je divise par G H A. C'est quoi? C'est D A sinus de alpha. Idem, rendez voilà il y a 0,3 les n moins direct divisé par G il y a دي ا هي 0.6 جي هي 10 كو جي ملتيبلي با سينس دو الفا هي 0.5 دونك فيت ان ابليكاسيون نيميريك تلقى هي 0.1 كيلو غرام. دونك فوالا لا ماس احنا لقيناها. اذا من بعد هذه الاسئله كلها تقريبا اسئله متسلسله يعني خاصك تكون غادي معها تاني باش تجاوب على جميع الاسئله. السؤال الثالث نطبقوا معايا هنا. السؤال الثالث هو قال لك احسب ماذا قيمة السرعة في او لزم عند الموضوع او. إذن هنا اش غندير؟ عندي لقيت الانرجي السينيتيك. الانرجي السينيتيك في موضوع او هي ماذا؟ هي ان دومي ام في او او كاري. إذن هنا غنستنتج في او سي كوا؟ سي دو فوا دو فوا l'énergie cinétique en O que je divise par M mais en racine, c'est-à-dire que VO c'est quoi? C'est 2 fois 0,45 sur M, les 0,1 en racine, donc il y a racine de 9, donc ça fait 3 mètres par seconde. Et donc il y a la sur'a عند النقطة O. D'abord, je vais aller au تمرين أو الجزء الثاني. قالك نعيد قذف الجسم من الموضع او هذه المره على سطح خشن. اذا على سطح خشن ونحافظ على نفس الشروط الاخرى فنتوقف تماما عند الموضع سي. اذا لا توقف عند الموضع سي يعني ان السرعه عند النقطه سي تساوي صفر بعد قطعه المسافه او سي. بعد قطعه المسافه او سي. إذن باعتبار المجموعة المدروسة دائما هو الجسم S، أكتب معادلة انحفاض الطاقة بين الموضعين O و C. إذن ما معنى معادلة انحفاض؟ هي تغير الطاقة الحركية من الموضع O نحو الموضع C اللي هي تساوي ماذا؟ الشغل ديال P من O نحو C بلس الشغل ديال H ديال R. إذن R طبيعة الحال بما أن الجسم خشن سطح خشن يعني أن كاين واحد القوة ديال الاحتكاك. إذن الشغل ديال بي اش غندير هنايا هي موان ام جي او سي سينيس دو الفا بلس الشغل ديال ار هو موان اف في او سي. إذن ممكن ندير او سي اون فاكتور بيا موان او سي فاكتور دو جي ام جي سينيس دو الفا بلس اف. وبالتالي اللي هي تنعرف بان هذه شنو هي موان ان دومي ام في سي او كاري. شنو هو لا فاريسيون انرجيتيك؟ انرجيتيك عند النقطه سي هي ان دومي ام في سي او كاري موان ان دومي ام في او كاري. بما ان الجسم يتوقف عند النقطه سي هذه تساوي صفر غتبقى عندنا هي موان ان دومي ام في او كاري. وبالتالي غادي يمكن نلقاو او سي. دونك او سي سي كوا؟ سي ان دومي M V au carré que je divise par F plus MG sinus de alpha. Donc on dit application numérique. Donc 0,5 fois 0,1 fois V O au carré. Donc la vitesse on le quitte est l'état. Donc l'état fait qu'il est saoud. Et je divise par quoi? F. Attends, on a F. Il y a un newton plus M G. Donc il y a 0,1 fois 10
فوا ماذا؟ سينس دو الفا يعني 0.5. اذا هنا غندير هي 9 في 5 هي 45 دونك 0.45 كو جو ديفيز بار 1 زائد 10 دونك هنا هي 5 دونك 0.5 دونك غادي ديروا نتوما الكالكيول الله يخليكم لاني ما عنديش الاله الحاسبه هنا دونك ديفيزي بار 1.5 و فوز لي تروفي بيان سور ام سي او سي او متر. اذا هذا هو الجواب على هذا السؤال. اذا حاول دير لابليكاسيون نيميريك لاني ما عندي الحاسبه هنا دونك خليكم ديروه تنظر منها غتخرج 0.3 وبين 3 لان هنا 45 قسمه نقدر نقولوا هي 45 10 موان 2 ديفيزي بار ماذا 15 10 موان زان 45 قسم على 15 هي 3 دونك غتلقى 3 10 موان زان دونك هي 0.3 متر. إذا حاولوا تأكدوا من هذه النتيجة. المهم عندي أنا هو هذا التمرين علاش حاولت نشاركه معكم لأنه مهم جدا لأنه يعتمد بالأساس على الرسم البياني اللي هو الطاقة الحركية بدلالة الزمن. إذا تنظن بانه او انصحكم بطبيعه الحال باش تعيدوا هذا التمرين هذا لاهميته لان هناك بعض التمارين اخرى سادرجها ان شاء الله اذا اقتضى الحال في واحد الوقت معين اللي هي تعتمد على التركيز وهي صعيبه شويه شيئا ما ولكن راه مهمه لانه بالاساس الا فهمتي هذا الدرس بطبيعه الحال اللي هو درس خاص بالطاقه الحركيه ما غاديش تلقاه معاه مشكل في السنه المقبله بحول الله اي الثانيه بكالوريا. اذا الى امل اللقاء بكم في الحصه القادمه استودعكم الله ولا تنسونا بطبيعه الحال من المشاركه وتفعيل الجرس. اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.